أبي عشان أنت سارة كل اللي مسمعش. يقول فهد إذا مرمم يفرق، يقول على حسب المقيم يطلع له. شو شوفه عاد اسأل الحين، اسأل عن هالطريقة. يقول اللي مرمم احتمال انه يفرق يصير، لأن يصير عدلوبه فيه ان شاء الله. ايه هذا قلت لي عشان ثاني تسمع، بس عاد شوف انت قولي اسأله. الله يكتب لي بخير. ها؟